عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن انفلات الميليشيات وما وصفته الهيئة في بيانها بأنه إرهاب ميليشيا مقتدى الصدر في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم الهيئة. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا بشأن انفلات الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر وأيضا استعراضها في عدد من المحافظات، وصفتم هذه التصرفات بالإرهابية، لكن هنا يعني كيف تمت قراءة المشهد والرسائل المراد إرسالها منه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة هذه الخطوة هي تأتي في إطار خطوات سابقة ولاحقة ربما في ما يسمى بصراع أجنحة الإرهابي الأجهزة الأمنية أو الأجهزة الحكومية الرسمية. وهذا الإرهاب الذي اليوم يتزعمه مقتدى الصدر الذي يأتي في سلسلة من إرهاب سابق أو سلسلة من العمليات الإرهابية التي نفذتها هذه الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر بحق أبناء الشعب العراقي، لا تتوقف عند سنتين أو ثلاثة، وإنما تمتد إلى سنوات طويلة كما ذكرنا وأشرنا في بياننا الذي ذكرتموه وقرأتموه. نعم. هذه العملية، عملية الانتشار اليوم، هي كما قلت في البداية صراع أجنحة الإرهاب لإثبات وجود هذا الجناح على حساب جناح آخر، أو مقدمة لصراع في إطار ما يكون من خطوة لاحقة، خطوة الانتخابات التي يزعمون أنها ستقوم في في هذا السياق. دكتور، في هذا السياق يعني هذا المشهد وتوقيته وإن كان مرتبطا بشكل صريح بالمشهد الأمني، لكن إلى أي مدى يمكن ربطه بالمشهد السياسي وقرب الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في شهر تشرين الأول المقبل؟ يعني الملفان في العراق مترابطان بشكل كبير جدا. الملف السياسي هو الحامي والراعي لهذه الميليشيات التي تمارس الإرهاب ليل نهار، وهو المظلة القانونية التي يحتمي بها هؤلاء المجرمون. وهؤلاء المجرمون بهذه الميليشيات هي التي تؤمن لهؤلاء الفاسدين ولهؤلاء السادسة الحماية من أي اعتراض ومن أي صوت قد ينتقدهم. ولذلك نرى أن هذه العملية هي تأتي في إطار إرهاب الناس، محاولة لإخافتهم، لتكميم الأفواه ولفرض وجودهم. فهنالك تكاتف كبير جدا بين الملفين، وكل منهما يحمي الآخر. نعم. دكتور، هذا المشهد هل تعتقد أنه يعني يعكس حالة الاستقطاب والإقصاء الذي يعيشه العراق منذ 2003 وحتى اليوم؟ هو أولا هو وجه من أوجه الإقصاء والتفرد، ووجه آخر أيضا يعبر في ذات الوقت عن حالة الخور لهذه الحكومة والضعف الشديد، بعيدا عن كل الادعاءات التي تدعيها الأجهزة الرسمية والأجهزة الأمنية من فرض القانون وحصر السلاح وغير ذلك. هذه تأتي لتبين كذب هذه الادعاءات وضعفها وفشل هذه الأجهزة الحكومية الأمنية، وأن الكلمة الأولى والسيطرة وهكذا يراد أن تكون لهذه الميليشيات، وما الأجهزة الأمنية وغيرها إلا أن تكون تابعة وربما أدوات خاضعة وخانعة لهذه الميليشيات. دكتور، يعني كيف قرأتم الصمت المطبق من قبل الحكومة تجاه هذا المشهد المستنكر من المواطن العراقي؟ الصمت حقيقة ليس فقط من قبل هذه الأجهزة الحكومية، يعني أقصد بها الحكومة كجهاز تنفيذي اللي هي رئاسة الوزراء وما يرتبط به، بل هذا الصمت المطبق قد تعدى إلى ما يسمى بالجهاز التشريعي اللي هو البرلمان، وكذلك تعدى إلى كل السياسيين الذين دخلوا في هذه العملية السياسية، بل هو يأتي أو هو صمت شارك فيه كذلك من يسمى برجال الدين بين قوسين الذين يرعون هذه العملية ويرعون الفاسدين ويرعون هذه الميليشيات وغيرها. فهو إذن صمت يدلل بشكل كبير على أولا ضعف هؤلاء الصامتين الساكتين،
ومن جانب آخر مشاركة آخرين في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.